شاطر في الدراسة؟ كنت شاطر يعني كنت بتعمل الاتنين كويس؟ كنت شاطر لغاية إعدادي. وبعدين اللي حصل؟ لا يعني قصدي ثانوية عامة، أنا كان في دماغي إن أنا أخش تربية رياضية. خلاص عايز مجموع محدود. فأنا مش فارق معايا المجموع. خلاص. فكنت تلعب رياضة وبتشارك في بطولات بالزبط. عندك رقم برضه هتاخده. بالظبط. وده اللي حصل. فده اللي أنا مركز فيه. خلاص كويس قوي، أنت عارف أنت رايح فين. بالظبط بالظبط. وجبت مجموع، أنا جبت مجموع يدخلني كلياتي العادية، تجارة، حقوق. لكن أنت دخلت تربية رياضية. بس أنا دخلت تربية رياضية. كويس. كنت مقرر من وانا في ثانويه عامه ان انا اكمل في المجال ده. شو اشتغلت بقى في دخلت وتخصصت في التدريب في وتخصصت في اللعبه بتاعت، حاولت في الاول ان انا اتخصص تنس. بس دخلت الاختبارات وقتها بتاعت التنس في الكليه عندنا ويعني ما نجحتش لان ما كنتش بلعب تنس. يعني التنس عايز خبره. بالظبط. فانا بلعب كونغ فو وكنت بشتغل اوريدي في اللعبه. فقلت اخد لعبه بقى تانية جنبها بحبها. طبعا. فلما جيت دخلت اختبارات ما نجحتش اصلا، فرجعت تاني للكونغ فو وقلت لا خليني بقى ايه كويس في لعبتي. وكنت امتى بقى؟ من كام سنه؟ من وانا يعني من كام سنه حصلت بقى رايح تركب الميكروباص؟ انت لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس، دخلت مع تربيه رياضيه. بالظبط. وبتشتغل في المهنه اللي بتلعبها في بالزبط. الرياضه اللي بتلعبها وكل حاجه لغايه سنه رابعه كليه. كويس. في اجازه نص السنه بتاع سنه رابعه كنت انا ساعتها رايح التمرين بتاعي، ده كان في 2010 يوم 6/2/2010. كنت رايح التمرين بتاعي وكنت زي بقول لحضرتك بحضر لبطوله الجمهوريه اللي انا كنت على اساسها عارف مين اللعيب اللي موجود وعارف انا ترتيبي هيبقى عامل ازاي ودي اللي ان شاء الله هتدخلني المنتخب. فحصلت بقى ان كان في، انا ساكن في شبرا اصلا، كنت ساكن في شبرا يعني، وكنت ساكن في ميدان فيكتوريا في شبرا، ونزلت من هناك وكنت رايح اركب الميكروباص بتاعي اللي بيوديني مدينه نصر مكان النادي بتاعي. بس فالميكروباص انا عامه كنت نازل متاخر ومستعجل، فلقيت ميكروباص محمل وماشي ورايح مليان. فهو اتحرك، قمت انا جريت وراه، فانا وقفت الميكروباص واستاذنت السواق واستاذنت الناس اللي راكبه، يا جماعه انا معلش انا عايز اركب في المكان ده اللي هو المكان بتاع التباع ده اللي بيبقى ظهرك للطريق ومش شايف حاجه، لان انا كنت متاخر على التمرين وعايز الحق يعني. فكان اول مره اقعد القعده دي وكنت رايح لنصيبي يعني، فركبت في المكان ده وما فوقتش بقى غير وانا يعني غير وانا في المستشفى. سبحان الله. هو يعني انا اللي انا خدت بالي منه وقتها ان انا اتشقلبت يعني، لقيت رجلي في الهواء وحط ايدي على راسي، فوقت بقى في المستشفى وسالت ساعتها يعني، لما فوقت لقيت في دم وازاز في جسمي كله وجاز وكل حاجه، وبدات اسال ايه اللي حصل وانا ليه مربوط في السرير كده. فعرفت ساعتها ان انا الميكروباص وقع من فوق كوبري 6 اكتوبر من ارتفاع 18 متر. كنت لسه ما يعني ما عملولكش يعني ما نظفوش الجسم ولا لسه ما عملوش؟ هو التنظيف طبعا، او عشان كان ساعتها كانت زي ما تقول يعني الموضوع كان كبير طبعا، ففي حالات كتير الميكروباص كله ده. يعني في هو الميكروباص احنا كنا 15 واحد تقريبا، كان في 7 توفوا في من الميكروباص، نص الميكروباص مات. لان احنا وقعنا من حته عاليه كوبري 6 اكتوبر. هم بقى ده اللي حصل بقى، انهم وقعوا فوق كوبري. بالظبط. ومش عملوا حادثه. هم عملوا مصيبه يعني. بالظبط. وقعتوا فوق كوبري. من كوبري 6 اكتوبر. هو الموضوع عمل ضجه ساعتها 2010 يعني. طبعا. والجرايد كتبت وكانوا عايزين نطلع ساعتها في التلفزيون بقى احكي قصتي، بس انا ما رضيتش ساعتها وقتها. لغايه ما طلعت الحمد لله مع حضرتك. انت نورتني. ربنا يخليك. نورتني. بس يعني كان الموضوع كان كبير، وانا ان الحادثه لان الارتفاع كان 18 متر. فهو من حته عاليه جدا حوالي 6 ادوار مثلا، فالموضوع كان كارثي يعني. لا وفي وسط علبه. بالظبط. في وسط العلبه محشوره فيها. بالظبط. علبه سردين يعني. بالظبط. انا ممكن اقول لحضرتك الميكروباص بعد كده يعني، هو خلاص بقى نص توك توك يعني. خلاص. وفي ناس طبعا كانت اصاباتهم شديده. هو يمكن انا من اقوى الاصابات اللي كانت موجوده. يعني سبحان الله. ايه التشخيص بقى؟ كسر في العمود الفقري. يعني انا ما حصليش اي كسور في جسمي غير في ظهري في العمود الفقري تقريبا، الخبطه كلها جت في العمود الفقري. فحصل لي اسمه كسر في العمود الفقري في الفقره يعني في الفقرات في الفقره ال 12 يعني. فبيحصل حاجه اسمها شلل نصفي او عجز العمود الفقري جوه الاعصاب. بالظبط. فلما تحصل كسر الاعصاب بتحصل بالظبط الحبل الشوكي بيتضرر او بيتقطع. فالاشارات ما بتوصلش من فصل المخ. الرجلين. بالظبط. فصل الرجلين الاثنين. فصل النص اللي تحت. فصل. ما فيش اشاره بتوصل يعني، انت بتوصل الاشارات يعني العضلات موجوده وكل حاجه موجوده والاعصاب موجوده في الرجل، بس الاشاره مش بتوصل اصلا. انت ما تحسش باي حاجه تجاه؟ ما احسش بحاجه طبعا، بحس بحاجات الام يعني 24 ساعه تقريبا في حالتي انا، كل حاله بتختلف عن الثانيه. حتى الان حاله الان. حتى الان
ودي ملهاش علاج. ما لهاش علاج يعني، مسكنات وبتاع، بس انا وقفت الكلام ده يعني بقى. حكايه الكسر في العمود الفقري دي ما فيش علاجوش في المانيا في الدول اللي مهتمه بالعظم. العمود الفقري بيحصل له بيلحموه او بيعملوا له تثبيت فقرات، ولكن الحبل الشوكي مالوش علاج الى الان. الحبل الشوكي ما بيتقطع عشان هو معتبر عن ملايين الشعيرات في بعضها عشان توصل الاشارات، فهم مش عارفين ملهاش علاج الى الان. بس طبعا انت ما فهمتش حاجه، قمت كويس بس رجليك مش حاسس بيها ومش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. انا فقت في المستشفى. محدش من الدكاتره قال لك انت وضعك ايه؟ محدش قال لي حاجه. انا فهمت بعد ولا اهلك بعد كام شهر؟ لا يعني انا انت فهمت انت بتعمل العلاج الطبيعي وانا بعمل العلاج الطبيعي. شفت الحالات اللي قدامك؟ شفت بقى حالات زي كتير، فبدات افهم بقى واسال. يعني انا كنت فاكر ان انا بعمل علاج طبيعي على اساس ان انا هرجع، وحتى كانت نفسيتي متضرره ان انا مش عارف هرجع العب كونوفو ازاي. متاخر شويه وكونوفو الكلام اتاخر على التدريب بالظبط، ولعبتي ورياضتي وشغلي فده تفكيري بس مش في دماغي خالص ان انا هقعد على كرسي او ان انا مش هقعد. كنت خاطب؟ كنت مرتبط؟ كنت يعني كنت في مرحله الى ذلك يعني. كملت؟ ما كملتش. ما كملتش. ما كملتش. انت ما قدرتش ترتبط؟ لا مش كده يعني، انا بالعكس انا كنت يمكن هو الوقت دوت بصراحه الشخص اللي كان معايا كان وقف جنبي كتير وقتها يعني كويس. لكن بعد سنتين او حاجه ما حصلش نصيب زي اي حد. اوكي مش يعني مش بسبب المشكله؟ لا مش تمام. وقتها خالص تمام. يعني بالعكس انا قعدت سنتين مثلا. انت رجل نبيل كويس. تمام. فكانش نصيب يعني ان يحصل يعني. بس وانا وقتها بقى خلاص، من وقتها وانا مركز بقى. ادركت بعد شهور بقى ان انت مش هتقوم من على الكرسي. بالظبط ادركت يعني. سالت الناس الحالات اللي زي بقالكوا قد ايه، فبدات افهم ان في ناس بقى لها سنين في نفس حالتي وقاعدين بيعملوا علاج طبيعي يعني بقى لهم سنين يعني. خلاص ففهمت يعني بدات افهم. وانا سمعت ان انت شفت في حد فيه يعني كان بيتعالج بقى له 8 سنين وتوفى، فده عمل فيك اثر. بالظبط كان إيه واحد الحكاية. هو انا معايا حالات بقى زي كتير في المركز التاهيلي اللي كنت فيه. فكنت خلاص بنتقابل ونتكلم مع بعض وبس. صاحبته بقى خلاص. فهمت يعني. لقيت بقى حالات من اكتر الحالات اللي كانت موجوده مده يعني، كان في واحد بقى له 8 سنين وكان صغير بتقول 40 سنه كان مثلا حوالي 40 سنه يعني، ومتقابل بشكل دوري وانا بساله انت بتعمل ايه تاني. انا بفكر بقى انا في نفسي انا ممكن اعمل ايه، هو بالنسبه لي راجل خبره بقى له 8 سنين فانا بفكر انا ممكن اعمل ايه يعني. فعرفت ان هو ما كانش بيعمل حاجه غير العلاج الطبيعي. بيعمل تاهيل طول الوقت على امل ان هو يرجع تاني يقف على رجليه ويمشي يعني. 8 سنين. وفي يوم بقى وانا في المستشفى او في مركز التاهيل اكتشفت ان هو توفى. جالنا خبر ان هو توفى. فوقتها دي كانت عملت لي صدمه كده خلتني مش عايز امر بنفس التجربه يعني، ان انا افضل قاعد بعمل على امل ان انا اقوم امشي تاني او ان انا استنى المرحله دي يعني. رغم ان انا في بدايه العلاج الطبيعي او التاهيل كنت يعني كان عندي امل كبير جدا ان انا اقوم امشي تاني، وحتى لما عرفت ان في ناس بقالهم كتير كنت شايف نفسي مختلف. انا راجل رياضي و و و وبحب هتقدر تقوم، فانا هقوم وهعمل. كنت بعمل كل اللي اقدر عليه وقتها يعني اكنه تمرين بالظبط، اكنه اتمرن كونفو انا داخل اعمل العلاج الطبيعي. فبس عملت كل حاجه وقتها. وقت الصدمه دي بقى انا كنت خلاص يعني فهمت ان لا يعني انا ممكن خلاص باراده ربنا ان انا افضل على الكرسي ده، فما حبيتش ان انا امشي في نفس الاتجاه. ممكن اسالك سؤال يعني ممكن ما تردش عليه؟ الوضع المالي كان اخباره ايه؟ الوضع المالي احنا الاسره عندنا يعني ربنا يجازيهم خير ابويا يعني وامي زي ما تقول كده صرفوا كل ما يملكوا وقتها، لان العلاج الطبيعي والتاهيل ما انا عشان كده بتكلم ان دي مصاريف كتير. مصاريف كتير جدا. هل طبيعه شغلك مش هتصرف على العلاج خالص؟ تمام. لان انا حتى كنت بشتغل لسه ما اتخرجتش. انا خمنته صح يعني. بالظبط تمام بالظبط. ف وحاولنا ان احنا حتى وقتها ناخد تجيبوا علاج كده على اي حاجه. ما حصلش. ما يعني في مركز مهم جدا بالعجوزه، مركز مهم. ما هو ده اللي انا كنت فيه. كنت فيه بس بفلوسك؟ بفلوسي. وباباك عمل كل حاجه؟ وبابا عمل كل حاجه يعني. بابا حتى في الاول عشان نفسيتي كان قعدني في اوضه سويت يعني محترم يعني، لان وهو مش امكانياته يعني مش لدرجه ان هو يعمل ده يعني. ولكن هو ما كانش بيفكر خالص في الفلوس. وعلى فكره انا من هنا عايز انصح اهالي اي حد لا قدر الله يبعد عن اي حد يعني لو حصل له موقف زي كده، يعني يتريث شويه وما يبداش يصرف كل ما يفكرش بالاسلوب ده يعني. انا ادركت بعد كده ان مش ده احسن حاجه ومش ده اصح حاجه، ولازم تفهم يعني باباك صرف يعني محاولا
اصلاح نفسيتك، لان اي حد فخليه صرف الفلوس تقريبا كلها بالزبط. وانت كنت محتاج اكتر في فتره العلاج الطويله بعد كده. لان احنا اي حد في الاهالي في الوقت دوت هو بيفكر كل حاجه ازاي يسعد ابنه او ازاي يساعده، ما بيفكرش في الفلوس. فبتبقى مرحله كده بيبقى كل الناس اللي حواليك، مش قصدي حاجه بس مش عارفين يفكروا. انا فاهم، بتبقى نوايا طيبه بالظبط، لكنها ما بتبقاش دقيقه بالظبط اقتصاديا. بالظبط، بيبقى ابتلاء. معنى كده ان انت بعد شويه كنت محتاج فلوس. طبعا. طبعا. لما تشوف الفلوس خلصت، فلوس خلصت، فلوس خلصت، وبدات تنقل من اوضه لاوضه 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 لغايه ما وصلت اقل اوضه ممكن اقعد فيها. انت قعدت في المستشفى دي؟ قعدت سنه. سنه، واليوم كان بكتير يعني. طبعا ده غير العلاج الطبيعي، يعني يوم اقامه غير العلاج الطبيعي. وحتى كان اوبشن ان انا اروح البيت واعمل علاج طبيعي في البيت، او انزل واروح اعمل جلسات، ده ما كانش متاح، لان انا ساكن في الدور الثامن مفيش اسانسير. ساكن في الدور الثامن مفيش اسانسير؟ ازاي يعني دي؟ فضل. انت مخالف للقانون. مفيش عماره ست ادوار لازم يكون فيها اسانسير. لا لا، في الدور الثامن كان ثامن. ثامن شبرا بقى، حاجات مخالفه كلها. بالظبط يعني مفيش كده خالص. هو يعني كان قديم شويه، بس اعتقد ما كان يعني كان مفيش اسانسير طبعا، اعتقد لازم يكون في اسانسير. بس العماره اللي كنا فيها ما كانش فيها اسانسير. العماره بتاعتكم ما كانش فيها اسانسير؟ ما كانش فيها اسانسير. تطلع 8 ادوار. كنت بطلع 8 ادوار. طب مش هتقدر تروح. بالظبط. فما ينفعش، كان لازم اقيم في المستشفى عشان اعمل علاج طبيعي. كان باباك ما فيهوش بقى باليد حيل. بالظبط. يعمل ايه الراجل؟ بالظبط. فقعدنا فتره، بس وقت الخروج كان قرار مني انا كمان يعني. خلاص. كان وقت ما انا خلاص مش عايز اقعد اعمل علاج طبيعي تاني في المستشفى، مش عايز اعيش يعني حياتي تبقى لان انا استريحت للمكان. وبدات احس ان انا في توأمت معاه. توأمت معاه، وشايف ناس زيي كتير. بقيت خايف ان انا اخرج من المستشفى، مش عايز اخرج يعني. كان جه عليا وقت مش عايز اخرج. بس وقت الحادثه بتاعت الوفاه ديت خلتني لا، انا مش عايز اعمل كده. فخرجت بقى وطلعت البيت، وقعدت حوالي سنتين اعتقد في البيت. ما تنزلش؟ مش كنت يعني، قعدت في الاول ما بنزلش، وبدات ادور على شغل، واشتغلت في البيت شغل كده داتا انتري كده مع شركه كده من البيت. جدع. وكان بيجي لي 500 جنيه من الشغل. وكنت باخد ال 500 جنيه احطهم في كورس تاني، اتعلم ويب ديزاين، تصميم مواقع والكلام ده. وما بتروحش علاج طبيعي بقى ولا حاجه؟ قاعد بقى في البيت، بيجي لي واحد علاج طبيعي كل يومين يعني مثلا. بعمل علاج طبيعي في البيت. وكان في تفكيري وقتها ان انا ازاي اشتغل وانا في البيت يعني. وبعدين قعدت كده حوالي سنه، وكنت خلاص ماشي في الاتجاه دوت، وبدات اشتغل كده في شركه، كنت كان وضعي صغير لسه بس بتعلم معاهم. كله بالنت يعني؟ كله عن طريق الانترنت. وبس في يوم انا بتفرج على التلفزيون شفت بقى البارالمبيك بقى، او اولمبيات ذوي الاعاقه. شفت واحد زيك بالظبط قاعد على الكرسي زيك بالظبط بيلعب تنس. بالظبط. وكانوا بيلعبوا العاب كتير، ما شفتش التنس، شفت العاب تانية، وكان في باسكت، وكان في شفت العاب صحيح كتير. شفت بقى التلفزيون بالصدفه، قررت التغيير التام. قررت لحظه الاستنارة انا بسميها. بالظبط. لحظه العطاء بعد الاخذ. بالظبط. يعني ربنا عرضك للاخذ في الحادثه، ثم قرر ان يعطيك شيء جديد. كان الشعاع بالنسبه لي ان انا كانت حاجه نورت قدامي فعلا. صحيح. وبقيت شايف نفسي، وانا احب بقى اتخيل وانا بعمل وانا بتمرن وانا فساعتها كلمت صديق ليا، وقابلت ساعتها مدرب منتخب مصر لالعاب القوى، وبدات قعدت معاه وقال لي الالعاب اللي ممكن تتلعب، وكان من ضمنها التنس. وانا بالنسبه لي كان كنت بتحقق زمان نفسك تلعب تنس. نفسي العب تنس، وكنت عايز اتخصص وما عرفتش. استغربت وقلت له ازاي تنس يعني انا قال لي ما تخافش انت هتلعب وانت على كرسي متحرك. فقلت له لا، ما هو ده اللي يخوف. انا بالذات ما ينفعش العب وانا واقف. فبدا يشرح لي وقال لي انت بتبقى ماسك المضرب وبتزق بالحته ديت وبتزق وتتحرك وترجع تغطي الملعب بسرعه. فهو بالنسبه لي قال لي حاجات خيال علمي يعني، انا هعمل الحاجات دي ازاي. ورحت اتفرجت ساعتها وقتها على بطوله، ولما ساعه ما شفتهم وانا قلت لا، انا هلعب تنس يعني. بدأت العب تنس، وبدات ان انا بقى كان بعد الحادثه بثلاث سنين. كان بعد حادثه بثلاث سنين يعني سنه 13 بالظبط. بدات 2013 في بدايتها يعني. ووقتها كنت لسه ساكن في شبرا، وكنت بنزل من الثمان ادوار اخويا واصحابي. كنت تعمل ايه بقى في الثمان ادوار دي؟ بيشيلوني بالكرسي عشان اروح يعني ثلاث مرات في الاسبوع منتظم. انا لمده سنه تقريبا ما قطعتش تمرين، مطره شمس. اصحابك واخواتك؟ اصحابي واخواتي.
والناس اللي في المنطقه عندنا، وكان في واحد بتاع فول تحتينا كان بيجي يطلع يشيلني ينزلني. يا سلام. كل الناس اللي في المنطقه والله ساعدونا. يا شبرا دي اصل شبرا دي يعني منطقه الحنيه والدعنة والجمال. يعني وكنا انها يعني مش محبوبه كده، الناس بتحب شبرا رغم انها ممكن ما تكون ما طرحتهاش بالظبط، بس شبرا روائح. لا لا شبرا روائح تانية كريمه يعني. احنا وقتها بتاع الفول كان بيطلع يشيلك. كان بابا ينزل له السبت فيعرف يوم طالع لي. يا سلام. و اصحابك بيجوا كلهم؟ اصحابي. عندك اخوات قد ايه؟ عندي اخ واختين. اخويا اكبر مني. كان اخوك بيكم خش اخويا انا لولا اخويا ما كنتش اعتقد يعني، بعد فضل طبعا ربنا واهلي يعني، بس اخويا ما كان ممكن ما حاجتي ما عملتهاش لولا احمد اخويا يعني. هو واقف واقفه جنبي محدش يقفها يعني. انا يكفي ان انا مثلا قعدت سنه في العلاج الطبيعي ما روحتش البيت، هو ما روحش معايا يعني، هو كانه عمل حادثه معايا يعني. قعد معاك في المستشفى طول ما روحش البيت يوم، روح يوم وما عرفش يقعد ورجع تاني يعني. هما كانوا بيقولوا روح ريح. اخوك كبير. اخويا الكبير ما شاء الله. وقعد فتره بعيد عن الشغل وبعد كده بدا يرجع ويروح شغله ويرجع لي. فطول السنه اللي انا قعدتها هو قاعد معايا مقيم معايا. دخلت انت بقى ومشيت المشوار. دخلت بقى التنس وزي ما انت بقيت لعيب بقى بعد قد ايه؟ انا بفضل الله يعني بعد سنه دخلت المنتخب. منتخب على طول؟ منتخب طلبني وقتها، لان انا كان بقالي 15 سنه بلعب كونغ فو ما دخلتش منتخب، كنت بحضر لسه. فسبحان الله يعني بعد سنه اجتهدت فيها على قد ما اقدر يعني، لقيت منتخب بيطلبني ان انا العب، وسافرت ساعتها بطوله افريقيا في 2014. المنتخب بقى عشان يطلبك بقى يبقى ليك اجر بقى والدنيا تتظبط ماديا ولا ما فيش كلام من ده؟ ده انا بقول كلام كويس. انا عايز اطمن عليه، بس هو اشتغل في الشركه الحمد لله. الحمد لله. المنتخب ما بيدي يعني